سنرى أولا الفنان الذي رحل أمس الجمعة 2 أكتوبر 2020، ثم نرى حالة الفنان المصري فايع عزب الذي دخل العناية المركزة بعد تدهور صحته، حيث نعت نقابة الفنانين العراقيين اليوم السبت الممثل نزار السامرائي، والذي توفي الليلة الماضية في العاصمة بغداد عن عمر ناهز 75 سنة، الله يرحمه. كما نعاه عدد من الفنانين العراقيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم محمود أبو العباس وعبد الستار الرباعي وصبري الرماحي ونزار شهيد الفدعم ومهند الهادي. ولد نزار السامرائي عام 1945 في مدينة الحلة بمحافظة بابل في وسط العراق، وكان شغوفا في صغره بالرياضة والسينما معا. بدأ مسيرته الفنية مع المسرح عام 1966 حين شارك في بطولة مسرحية بيت أبو كمال، ليقدم بعدها قرابة 50 مسرحية، إضافة لخوضه تجربة الإخراج في أكثر من عمل. شارك في عشرات المسلسلات والسهرات التلفزيونية، منها عطارد والبديل وعندما تسرق الأحلام وفتاة في العشرين. قدم أكثر من 20 فيلما مثل بيوت في ذلك الزقاق والملك غازي والقادسية، كما كانت له تجربة بالسينما المصرية في فيلم عيون لا تنام أمام فريد شوقي وأحمد زكي ومديحة كامل. مشوار طويل طبعا، الله يرحمه، دي صور لي في شبابه. وهنشوف دلوقتي حالة الفنان المصري فايق عزب. كشفت رشا ابنة شقيقة الفنان فايق عزب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن تدهور حالة خالها الصحية ونقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات. وكتبت ابنة شقيقة فايق عزب عبر حسابها على الفيسبوك: أرجو منكم الدعاء لخاله الفنان فايق عزب بالشفاء العاجل، هو الآن بالعناية المركزة. وتفاعل العديد من محبي فايق عزب من جمهور وأهل ومقربون مع الخبر بالدعاء له بالشفاء العاجل والتام، داعين الله أن ينعم عليه بالصحة والعافية، ربنا يشفيه ويعومه بالسلامة. هنا في لقطة نادرة من أحد أعماله مع محمود ياسين، هنا مع عادل إمام، وهنشوف بقى أسرار غريبة عنه أعتقد تسمعوها لأول مرة. ترشح الفنان فايق عزب في انتخابات مجلس الشعب في سنة 2012 في فترة الإخوان، وقال إن تجربته في الانتخابات أمام الإخوان كانت تجربة قاسية، حيث قطعوا اللافتات الخاصة به وقالوا عنه كافر وكمبارس. وقال في حواره لقناة العاصمة أنه كان صديقا للشيخ الشعراوي وسأله عن الفن، فقال الشيخ الشعراوي له إن الفن شيء عظيم وقوة مصر الناعمة. وأشار فايق عزب خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج المساء مع قصواء الذي يعرض عبر قناة تن الفضائية، أشار إلى الشهرة التي حظي بها بعد مسلسل سوق العصر وزيادة حجم جمهوره بشكل كبير، مؤكدا أنه كان بصحبة الزعيم عادل إمام في كواليس أحد الأعمال في محافظة أسيوط، وفوجئ بأن الجمهور يناديه بعتمان المغازي قائلا: عادل إمام اتفاجئ وقال ده فايق بقى مشهور. وتابع فايق عزب إن عادل إمام كان يتابع أعماله ويشيد بالأعمال الجيدة، لافتا إلى أن الزعيم كان يحب مساعدة زملائه والتعاون مع المتميزين منهم، قائلا: بيحب يكون اللي واقف جنبه يكون قوي مثله. وأشار إلى تعاونه مع الفنان الراحل أحمد زكي في عدد من الأعمال لعل أبرزهم فيلم السادات، لافتا إلى أنه كان يشبهه دائما بزكي رستم مصر. متابع: كنت بقول لأحمد زكي ما يقولش كده عشان محدش يغير مني.
وقال الفنان فايق عزب أن الفن يعد قوة مصر الناعمة كونها تملك طاقة هائلة من الفنانين المبدعين وكذلك المؤلفين والمخرجين، كما أن الفن المصري له بالغ الأثر على الشعوب العربية، لافتا إلى أحد المواقف التي تعرض لها بالخارج قائلا: قابلت سيدة في إحدى الدول وقالت لي أنا نفسي أتجوز شخص يشبه شكري سرحان. وأشار فايق عزب إلى اتجاه صناع الأفلام الأجنبية لتصوير أعمالهم في صحراء المغرب، متابعا بقوله: ليه ده ما يحصلش في مصر؟ مصر فيها أكبر صحراء في العالم، ليها ثلث الآثار وكذلك الأهرامات ونهر النيل وغيرها من المعالم السياحية المتميزة. وكشف فايق عزب عن علاقاته بالشيخ محمد متولي الشعراوي، حيث كان صديقا له وكانت تجمعه به جلسات نقاشية عديدة، موضحا أن الشيخ الشعراوي شبه الفن ذات مرة بقوله: الفن زي السكينة، ممكن تقطع بيه الخيار والسلطة وممكن تذبح بيها، عشان كده العيب مش في الفن. أنا مع الشيخ الشعراوي، ودي لقطات من أفلامه. ربنا يشفيه ويعومه بالسلامة، ممثل قدير. ولد فايق عزب بمدينة الإسماعيلية في اليوم 6 سبتمبر عام 1943، أي يبلغ من العمر حوالي 77 سنة، وترأس فرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم في الإسماعيلية. انتقل فايق عزب بعدها للقاهرة ليستكمل رحلته الدراسية، حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960. قدم فايق عزب عددا من الأعمال الفنية البارزة، منها حسن ومرقص والجزيرة وعمارة يعقوبيان في محطة مصر وغابي منه فيه وأيام السادات. ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان فايق عزب. نال الفنان فايق عزب كأس أحسن ممثل بجامعة القاهرة. لا ينقطع فايق عزب عن زيارة الإسماعيلية، ونشر له مقطع فيديو أثناء رقصه السمسمية في أحد المقاهي الشعبية، وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وأثنوا على الروح الحلوة التي يتمتع بها. حصل الفنان فايق عزب على الدكتوراه الفخرية، ونشر عبر صفحته على الفيسبوك صورا أثناء حصوله على الدكتوراه، وعلق: تاني دكتوراه فخرية بعد دكتورات أكاديمية نيفادا. وحصلت على الدكتوراه الفخرية الثانية لتميزي في الفن من جامعة ديلاور الأمريكية في مدينتي الغالية الإسماعيلية. من المعروف عن الفنان فايق عزب تشجيعه النادي الإسماعيلي، وصرح لقناة أون سبورت أنه يشجع الإسماعيلي منذ نعومة أظافره، وهو إسماعيلاوي حتى النخاع. قال أن الفنان رامز جلال ترجاه أن يعمل معه، مشيرا إلى أنه كان صديقا لوالده، وقال له رامز جلال: اشتغل معايا عشان أنا كنت بتفرج عليك مع أبويا. وقال الفنان فايق عزب أنه يرتبط بخشبة المسرح منذ وقت طويل، حيث يرى أن الممثل على المسرح يكون ملكا كونه أبو الفنون، مشيرا إلى أن الفنان عادل إمام وصلاح السعدني والضيف أحمد زملاء دفعة واحدة. هنا مع عادل إمام. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.